الحضري. مباراة نأمل ونتمنى إن شاء الله نستمتع من خلالها، خلال حضور جماهيري جميل جدا جدا هنا في هذا المساء. إذا صفرت حكم اللقاء علي محمود، حكم عنده 44 سنة بيشتغل وبيعمل، رجل في الإطفاء في دولة الكويت الشقيقة، عنده 5 أولاد. الحكم وتواجد في كأس العالم وحكم نهائي كأس الخليج، واحد من الحكام الممتازين. لذلك إسماعيلي يهمه جدا، يحط الكرة تاني على طول عمر الوحش، الوحش في اليمين خطيرة، يا سلام إسماعيل لوية جميلة، هوبا ممكن جول، الله 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 الله، ركلة الجزاء. الحكم ما بيحتسب شيء ولا إيه؟ شوف الكرة، شوف الكرة، شوف العادة، شوف اللحظة على طول تاني علي محمود، يا الله حسن عبد ربه. بص شوف الإسماعيلي بيعمل إيه، أحلى بداية. شوف الباص، شوف الباص بدون تسلل، ينطلق نادي الإسماعيلي بمهارة، يرقص بشطارة ثم مرة تانية يرد. شوف الكرة، وادي العادة، لحظة الإسماعيلي والتسديدة والانطلاقة والتمريرة واللمسة الإيد موجودة على طول هنا في اللاعب مسعود محمد مدافع القلب. بينما حكم اللقاء يدي ركلة ركنية، ما عندوش تعمد في القرار اكيد حكم اللقاء، طبعا طلع ما لم يحتسب ركله جزاء. تمشي على طول الكره تاني للرجاء، الهجمه مرتده رجائيه بالنسبه للرجاء، ينطلق الاحنادي الاسماعيلي. تحرك الجميل بتاع عبد الرحمن مجدي خطيره جدا، اسمع له، لكن اوفسايد، اوفسايد على ماندونجا. جبل يسرى هنا ممتازه، تلقى الاسماعيلي ممتازه على طول اللمسه الاماميه، يحاول يعدي الاسماعيلي لكن في خطا، في خطا لسعد الجزيري، وادي الخطا على طول تاني هنا بوطيب، يلعب على طول الكره تاني اماميه طويله ملعوبه جميله، انطلاقه بالنسبه للرجاء لكن يطلع دفاع الاسماعيلي خطيره، خطيره للرجاء لكن يطلع تاني دفاع، يمشي عن طريق امبيدي لمنبيدا ونياسي. مجموعه اللعيبه بتاع نصر الدراويش ممتاز ممتاز، نص ملعب مع سيف الدين العلمي، وانطلاقه للدراويش ممتاز ممتاز ممتاز. الاسماعيلي يمشي، الاسماعيلي المسانده الهجوميه لكن الكره على طول تاني طويله 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 طويله. عبد الرحمن مجدي عامل جبهه يمنى جميله، عبد الرحمن مجدي وباقي الرفاق عاملين عملاق، رقم 19 ده اللي بيضغط لكن يعدي الاسماعيلي، المهارات بتاع الدراويش. الاسماعيلي اماميه والاوفسايد الثالث. ايه يا مندونجا يا راجل، ايه يا مندونجا، ثلاثة تسلل في ربع ساعة يا راجل، ثلاثة تسلل. ومحمد جاء على طول متراجع في نص الملعب، تمريرة جميلة في الجبهة اليمنى، الجبهة اليمنى الإسماعيلي 100 100 100 100 الجبهة اليمنى الإسماعيلي، ينقش الكرة على طول تاني عن طريق المدافع محطوطة تاني عن طريق طارق طه، يلعب طارق طه والعرضية لطه لكن يطلع الدفاع تاني، وتمشي الكرة في نص الملعب. هذه الانطلاقة للرجاء، يحاول يعدي، يحاول يعدي الفريق المغربي جميل ابراهيم انياسي، انطلاقة لانياسي لكن على طول يطلع الدفاع الاسماعيلي، واوفسايد ممتاز المساعد الاول. نواف شاهين، نواف شاهين مش هو مكانه لكن بدا التحسن يظهر، عشان كده الجماهير تحضر هنا في التحولات الهجومية. يا سلام، شوف سايد، لا 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 شوف سايد، لكن يمشي على طول تاني ابو عميرة. 25 دقيقة يبدأ فيها الحوار المغربي المصري في البطولة العربية الأغلى والأقيم وثالث أغلى البطولات. خطيرة أبو عميرة، بيلعب بالنار، يلعب بالنار المغربي يا ولد. إيه ده يا أبو عميرة ده؟ إيه ده أبو عميرة ده؟ ولا أحسن ليبرو في الدنيا بصراحة، رأس المهاجم وراح لاعب، لكن لو اتقطعت كان ممكن يغني ظلموه، كان ممكن يغني ظلموه بسبع لغات أبو عميرة. طب سبع لغات إيه ب 15 لغة؟ كان هيبقى هدف طبعا، والترجمه كانت هتبقى، لو اتقطعت كان ممكن يغني ظلموه، كان ممكن يغني ظلموه بسبع لغات ابو عميره. طب سبع لغات ايه ب 15 لغه؟ كان هيبقى هدف طبعا، والترجمه كانت هتبقى هدف. وادي على طول واقع ممتازه اساسيه ورئيسيه هنا في الاسماعيليه. سلام جميله، جبهه يمنى خطيره، جبهه يمنى خطيره، جبهه اليسرى اللي فيها اللاعب عبد الجليل، انطلاقه فريق الرجاء عليه، اثنين اوف سايد والثلاثه على الاسماعيلي، خطيره العرضيه جميله يا ولد، يضغط الرجاء لكن عادوا في هذا المساء. كرة طويلة في صيد ثالث، ستة تسلل في 32 دقيقة لعب، معدل كتير على الفريقين بواقع كلسي، خلاص عضلة ضمة والتسديدة الهدف يضيع. يا الله على الإسماعيلي روعة، يا الله عليك يا مندونجا أسمر يا جميل. الإسماعيلي يقدم شوط أول روعة 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 في المباراة. لسنا بشرة على طول للقيصر حسني يا ولد، لكن سهل عن طريق أبو عميرة، سهل عن طريق الحارس أبو عميرة. محطة جميلة اليمنى دي ممتازة، عبد الرحمن يمشي على طول الدراويش، العرضية خطيرة الإسماعيلي، أقل حاجة إنه ممكن يسجل هدف لكن تسديدة عالية من ماندونجا، تسديدة عالية من ماندونجا، يضغط على طول الكرة هنا. أدي محمد صادق، تسديدة على طول يا جماعة، البطولة دي هتطور الحكام. يمشي على طول الكرة تاني طويلة أمامية، ليه؟
لان مشاركات قويه بصراحه. اسماعيلي ده فريق يعني اصبح عنده اموال. واسماعيلي في الشكل الدفاعي يا جماعه، شوف الاسماعيلي في الدفاع والحضري العظيم، لكن يطلع على طول الكره تاني. هل فيها شك في ركله جزاء ام لا؟ اوه مش ممكن، في شك مع الرجاء وايضا الان في شك مع نادي الاسماعيلي، والشك صاحب القرار في حكم اللقاء. تمشي على طول الكره تانية طويله اماميه، لمسه على طول للاسماعيلي، جابها لبنى الاسماعيلي اماميه، كره تانية مندونجا وابو عميره، عنده كره كويسه الولد الحارس او كفريق من شمال افريقيا الجميله. يمشي على طول الكره تاني للرجاء، ثلاثه لعيبه، شوف الاسماعيلي زياده عدديه، امبيدي ركله حره مباشره على طول اسمراني، تمشي على طول الكره تاني والحضري يا ولد، وركنيه على الحضري. سلام عليك يا حضري،